مرحبا، أنا خولة بكريم، صحفية تونسية ورئيس تحرير موقع كشف ميديا التونسي. أود مشاركتكم تجربتي الخاصة مع أريج والمشاركة في ملتقى السنوي. بالحقيقة خلال مشاركتي بأكثر من ملتقى سنوي لأريج منذ 2016 استفدت كثيرا. أنتجت تحقيقات استقصائية مع شبكة أريج، نالت جوائز وطنية وحتى عالمية. أيضا تعرفت على الكثير من المهارات التي تفيدني في مهنتي، وقمت بالتشبيك مع عشرات الصحفيين العرب ومن كل دول العالم. لهذا أدعوكم إلى التسجيل في الملتقى السنوي 14 الذي يعقد هذه السنة للمرة الثانية افتراضيا، حتى تستفيدوا من الجلسات التدريبية والورشات التفاعلية، وتتعرفوا إلى مجموعة من أبرز الصحفيين والصحفيات والخبرات المتعددة في مجال الصحافة الاستقصائية. نراكم قريبا على منصة أريج.